أعزائي المشاهدين في كل مكان، مساء يتجدد معكم في حوار مفتوح. أنا شيرين حمدي، أهلا بكم. النهاردة معانا في حلقتنا أبطال غير عاديين، أبطال أقل ما يقال عنهم إنهم هزموا المستحيل وتمسكوا بحبل الأمل بدل ما يختنقوا بحبل المعاناة. معانا ومعاكم النهاردة كابتن عبد الله وكابتن عبد الرحمن، تعالوا نشوف حكايتهم إيه. عمر 5 سنين في حياة عبد الله هو عمر مش عادي، لأن ساعتها قرر الأب والأم إنهم ما يستسلموش لليأس، وبدأ عبد الله معاهم رحلة العلاج المائي بتدريبات السباحة. ورغم كم العمليات الكتير وتقارير الأطباء اللي كانت نهايتها مؤلمة وتقرر بتر الساقين، بدأ الإحباط والمرارة ينسجوا خيوطهم على بيت عبد الله. لكن رجع عبد الله بدعم الأهل والكابتن محمد شاهين، يقتل كل صوت جواهم بالخوف واليأس، ويبتدي تاني في تدريبات السباحة ويخلص دراسة الثانوية ويدخل كلية آداب جامعة عين شمس، وتبدأ رحلة تحقيق ذاته. حصل على الميدالية الذهبية في مهرجان تحدي الإعاقة 2019، ومهرجان إنسان مهم. حصل على المركز الثاني في بطولة كأس مصر 2020، ودخل ماراثون الكراسي المتحركة في اسكندرية. وفي 9 مارس في بطولة الجامعات للسباحة حقق المركز الأول. ورغم أن كورونا كانت مصيبة وجائحة على كل العالم وتوقفت كل البطولات، عبد الله موقفش وكمل تدريباته أونلاين، وحصل بعدها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للسباحة. عبد الرحمن هو بطل ماراثون الأمل وتحدي الزمن، ولأن الأساس بيبدأ من البيت، بدأ مع أخواته في الرسم وحصل على المركز الثالث في مسابقة الاتحاد المصري للرياضة أونلاين، ومركز ثالث في مسابقة سكوت، ومركز أول بين أبطال مصر لألعاب القوى، ومركز ثاني في مسابقة القرآن الكريم في شهر رمضان. وفي دورة أعدتها وزارة الشباب والرياضة، اختاروا عبد الرحمن في دورة لتصنيع الريبوت، ودخل سباق بالكرسي مسافة 50 كيلو تحدي مع الأسوياء اللي أعدته وزارة الشباب والرياضة. وهنا كانت المفاجأة لما عمل رقم قياسي أول أسبوع، وتأيد عبد الرحمن في الاتحاد المصري للتراثلون وحصل على مركز أول جمهورية في البطولة الأولى والثانية. وبرقم قياسي 5 كيلو في 35 دقيقة أو 17 ثانية، كان سبب كفاية لتكريمه من المملكة العربية السعودية أونلاين للحصول على المركز الثالث على العالم. واحتفل الفنان حكيم بعبد الرحمن لتكريمه لأنه بطل من أبطال الأمل. شكرا سماح، ويعني انا برحب في البدايه بالابطال عندي عبد الله وعبد الرحمن. ويعني البطولات دي كلها اكيد وراها حافز. طبعا يا ترى ايه الحافز يا عبد الله ورا تحقيق البطولات دي كلها؟ اولا انا احب اشكرك على التقرير ده. العفو. ورا الحافز اهلي، والدي ووالدتي واختي، طبعا هم اللي حفزوني اللي انا اقوم من تاني بعد سنه كانت صعبه عليا، وكبتني في الكباتن في النادي هم اللي حفزوني وخلوني اوصل اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله. يعني سؤالي بقى لعبد الرحمن، هو دايما بنسمع ان في جديد في بطولاتك، فاحنا سمعنا عن التراثلون، يا ريت تعرف الساده المشاهدين ايه هو التراثلون. التراثلون ده عباره عن 3 مراحل، هي مسابقة في القاهرة عبارة عن 3 مراحل. أول مرحلة سباحة، تاني مرحلة جري بالدراجات، تالت مرحلة جري على الأسوياء. لكن احنا لينا احنا أول مرحلة مرحلتين، لينا احنا مرحلتين، أول مرحلة سباحة، تاني مرحلة جري بالكراسي. طيب لكل واحد بيبقى دايما حلم ان هو نفسه يحققه، فبالنسبة لك يا عبد الله يعني لو قلنا حلمك اللي جاي ايه؟ وايه اللي نفسك الدولة تدعمك فيه؟ هو حاجتين، أول حاجة نفسي طبعا أشرف مصر بره في الأولمبياد إن شاء الله، تاني حاجة أنا أتأهل على جهاز وأدخل المنتخب الحمد لله. يعني إن شاء
الحمد لله. نفس السؤال ليك، يعني لو قلنا الحلم اللي نفسك تحققه في يعني قريب ان شاء الله، نفسي أفرح. ونفسك الدوله تدعمك فيه. نفسي افرح اولا، نفسي افرح بابايا ومامتي وابقى بطل عالم، وثانيا نفسي الدوله تتوفر لنا اماكن نتدرب فيها، عشان في اسكندريه الاماكن مش محدوده. يعني انت محتاج ان يبقى تتنقل مثلا للقاهره، او يعني ما تبقاش متواجد في اسكندريه. لا احنا في عشان لما بنيجي نسافر من هنا لهنا بيبقى في يعني صعوبه يعني اللي احنا نسافر، فعاوزين مكان نتدرب فيه في بلدنا. يعني يتواجد مكان في اسكندريه بحيث يبقى اهتمام اكتر بحكايه البطولات والسباقات والكلام ده في اسكندريه. وانا معاك، لان انا اسكندرانيه، وانا يعني انا اشد على ايدك في الموضوع ده. يعني لازم طبعا اسكندريه بلد من البلدان الجميله اللي فيها كتير من الانديه، ويعني في نادي سموحه وفي نادي سبورتنج ونادي طبعا النوادي العملاقه دي، بس احنا عايزين برضو النوادي دي تدعم الشباب بتوعنا والابطال بتوعنا بشكل كبير، وان شاء الله هتبقى المرحله الجايه فيها كتير من الدعم ان شاء الله. طيب حته برضو التصالح مع النفس، وانك تتقبل الوضع مع الصعوبات اللي الواحد بيجدها في حياته، دي امر بالسهل. ازاي قدرت يا عبد الله تتجاوز ده؟ طبعا انا قعدت مع نفسي واللي عندي طموح اسعى ليه، فحاولت ان انا اتحدى نفسي وامي اللي انا فيه، والحمد لله يعني ساعدت نفسي واشتغلت على نفسي كتير عشان ابقى دلوقتي موجود يعني في بطوله الجمهوريه الحمد لله. طيب في حته برضو انك تساعد نفسك واشتغلت على نفسك، انا عايزاك تدي رساله طموح للشباب وخصوصا اللي هي في سنك. عايز اقول لهم ما تيأسوش، يعني انت هتعمل حاجه، لو عايز تعمل حاجه هتعملها، مفيش يأس. الحمد لله ربنا مدينا نعمه ولازم نتقبلها، فلازم نشتغل على نفسنا، ومش عايز حد يأس من اللي هو فيه. يشتغل على نفسه وهيوصل مهما كانت الظروف هيوصلها الحمد لله، يعني هيوصلها. طيب عبد الرحمن برضو انا عايزاك تقول كلمه للناس اللي عايشه تجربتك. الناس اللي عايشه اقول لهم ما تسلسلوش للكرسي، ويعني ان شاء الله تطلعوا بطولات، وان شاء الله تكسبوا يعني مراكز حلوه، ويعني تطلعوا يعني في الشارع، ما تسلسلوش للكرسي. والكرسي ده مش اعاقه ليكم، الكرسي ده دلوقتي وسيله لينا. يعني ما تستسلموش للكرسي، واطلعوا يعني وواجهوا الحياه وواجهوا الصعوبات. طيب عبد الله، يعني خلال البطولات اللي انت حققتها اللي فاتت دي، ايه دعم الدوله اللي انت شفته وفعلا قدمته لك يعني ولاحظته طبعا، تقدر تقول لنا عليه؟ الدولة وفرت لنا حاجات كتير. زي؟ يعني القانون اللي هم اصدروه، ولينا حقوق. يعني ايه؟ احتسبنا في الدولة، الأول ما كناش محتسبين في الدولة، وده يعني احتسبونا في الدولة يعني ووفروا لنا حاجات كتير. عبد الرحمن، البطولات اللي أنت حققتها دي برضو الدولة يعني قدمت لك إيه؟ يعني إيه اللي أنت لمسته خلال الفترة اللي فاتت ودولة دعمتك فيه جدا؟ الدولة حققت لنا حاجات كتير طبعا. زي ايه يا عبد الرحمن؟ زي مثلا عملت لنا مركز شباب وحاجات كتير. يعني حاجة هي بتبسطك لو انا سألتك عن حاجة انت سعيد بيها اتحققت لك؟ لا، اتعمل لي مراكز شباب، ويعني بقى ليا مكان في بلدي. يعني بصراحه يعني البطولات كتيره يعني الميداليات كتيره، فاحنا عايزين نعمل زوم كده على الميداليات اللي هي اللي قدامنا، ف
والبطولات، يعني كل الميداليات دي. انا يعني لو تقول لنا ايه الميداليات بقى يا عبد الله، يعني اول ميداليه كان في مهرجان وصال في اسكندريه، كان ترايسون جري بالكراسي، كان 2 كيلو. وبعدين دخلت بطوله الجمهوريه للجامعات، الحمد لله خدت فيها مركز اول، ودخلت تاني بطوله الجمهوريه في اسكندريه تاني وخدت فيها تالت، ودخلت بطوله كاس مصر وخدت فيها مركز تاني، ودخلت مؤخرا بطوله الجمهوريه للسباحه وخدت فيها 2 اول وتالت الحمد لله. طب انا سمعت قبل ما نطلع هوا ان في بطوله جديده انت داخلها، اللي هي الماء مفتوح، اللي هي السباحه المفتوحه. دي لسه ما قررتش هتعمل امتى، بس دي قريب باذن الله. باذن الله. عبد الرحمن ميداليتك فين؟ فين بقى، كلمنا عنه. اول دي كانت في نادي بابل هيلز، كانت بطوله الشيخ زايد، ماراثون الشيخ زايد. والتانيه دي كانت برضو بتاعه ماراثون الشيخ زايد في الاسماعيليه، تمام، في السويس قصدي. ودي البيضة دي كانت ماراثون وزارة الشباب والرياضة، اللي هو 50 كيلو، اللي هو كان 50 كيلو. ودي تكريم. ودي تالت جمهورية، ودي تالت جمهورية، ودي تاني ماراثون برضو زايد، ودي تالت جمهورية وتالت جمهورية وتاني جمهورية. ما شاء الله. طب يعني دي من التكريم من الدكتور اشرف صبحي من الاسماعيليه، من ماراثون الاسماعيليه. ما شاء الله. يعني بصراحه الواحد فخور ان هو يعني بيقدمكم نماذج ناجحه جدا في المجتمع. ويعني هي فكره برضو تحقيق البطولات، انا شايفها امر مش سهل، اللي انت يعني بالرغم من كل الصعوبات اللي الواحد بيقابلها، لكن هو امر مش سهل. رساله ايجابيه من كل واحد، يعني ما تيأسش، اشتغل على نفسك هتوصل مهما كانت الظروف، هتوصل لحلمك، بس انت اؤمن بيه وهتوصل له. بتقدر تجمع بين الدروس ودراستك وتدريباتك؟ انا عارفه ان دي ممكن تكون مشكله. هي يعني مشكله، بس لازم بخطط لها. بشوف التمرينات، مثلا تمرين الساعه 7 الصبح، بنزل التمرين وارجع الكليه، فببقى بعرف اعدل ما بينهم. الحمد لله، يعني ربنا الحمد لله يعني. طب ونفس السؤال ليك يا عبد الرحمن، يعني ازاي قدرت بانك تجمع بين دراستك وبين تدريباتك؟ يعني الدراسه بتبقى الصبح، والتمرين بيبقى على العصر كده، فانا بقدر اجمع ما بينهم برضو، وبيبقى ليا وقت يعني اللي انا اريح شويه كده لما اجي من المدرسه اعمل دراسة. مفيش تقصير في جانب من الجوانب، يعني مثلا مش مميلين ناحيه البطولات شويه وسايبين الدراسه، او ماسكين الدراسه سايبين البطولات شويه؟ لان صعب المعادله بين الاثنين. يعني دي بتتحقق ازاي؟ يعني لو قلنا بتقضي يومك ازاي من اول النهار مثلا لغايه بالليل، عشان برضو تبقى رساله نجاح للشباب اللي زيك. يعني اول ما ببدا يومي بروح المدرسه، باجي من المدرسة أعمل واجبي، وبعد كده أنزل أروح التمرين، أرجع من التمرين برضو أكمل الواجب، وأكمل بقى اليوم. طيب عبد الله، ناوي توصل فين في الكلية؟ يعني تنتهي مثلا على حتة إنك تاخد البكالوريوس؟ أنا عارفة إنك آداب اجتماع، صح كده؟ يعني مستني حتة إن أنت تاخد البكالوريوس وتتفرغ بقى لحتة البطولات وكده، ولا ناوي اللي انت تكمل برضو الدراسه وتاخد ماجستير ودكتوراه وكلام؟ مكمل في الدراسه طبعا، يعني الدراسه بتكمل الرياضه. حابب مجالك؟ الحمد لله. ولا داخله مجموع؟ لا، بأمانة. الحمد لله حبه، والقسم بتاعي محتاج شغل يعني،
بس فانا مكمل في التعليم وهعمل دراسات عليا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مكمل في التعليم. ايه الهوايات التانية بقى ممكن تقول لنا، يعني تعرفنا اكتر عن عبد الله، يعني بخلاف طبعا البطولات، وتحب ايه من مثلا من المواهب؟ في حاجات كتيرة كنت بحبها، يعني بحب ووتر بولو، وبحب التنس طاولة جدا، وبحب اللي هو الفري دايفنج اللي هو الغطس الحر. دول اكتر حاجة بحبهم. دي يعني رياضات. اه موهبة بايدك تعملها، رسم، موسيقى؟ مش قوي يعني، ممكن موسيقى بحبها شوية بس مش قوي يعني، ماليش فيها قوي شوية، بس موهبة ممكن اقعد مثلا ايه اسمع موسيقى كتير. عبد الرحمن، موهبة انت بتحب تعملها غير السباحة؟ اه الرسم. الرسم بحب ارسم كتير. اخدت فيه، دخلت مراكز مثلا او او مسابقات فيه؟ لا. طيب مين بيشجعك عليه بقى؟ مامتي وبابايا واخواتي. انا عندي سؤال برضو ليك. كونك ان انت انت قلت لي انت في نادي النصر. نادي النصر. نادي النصر قدم لك ايه خلال الفترة اللي فاتت؟ هو كان بيساعدني في تدريبات وبس. يعني برأيك ان، يعني انا شايفة يا جماعة، يعني عبد الله كبطل من ابطال الجمهورية حق ليه من حقوقه ان هو يدخل في نادي من الانديه الكبار اللي تدعمه، وده حق يعني حق اساسي ليك. طبعا يعني وجودك في نادي اكبر ممكن يكون يديك مساحه اكبر في انك حتى في حته الدعم، في حته ان انت حتى تسافر بره تمثل مصر وتكمل تدريباتك. دي يعني رساله يعني المسؤولين على النوادي الكبيرة في مصر، نادي الزمالك، نادي الأهلي، عندنا أبطال الجمهورية، على قدر من النجاح، فيعني من حقهم اللي هم يعني يتواجدوا في الأندية الكبيرة. أنت يا عبد الرحمن بقى، يعني في نادي معين أنت مشترك فيه؟ أنا مشترك في نادي البنك الأهلي. نادي البنك الأهلي. طيب برضو نفس الفكرة، هل هو بيدعمك بالقدر الكافي؟ طيب التدريبات اللي انت بتروحها مع النادي الأهلي، تدريبات كفاية ولا انت محتاج برضو تدريبات اكتر؟ احنا حاليا متوقفين عشان الكورونا. لا انا بتكلم على الوقت العادي بخلاف كورونا. لا احنا تمام، مش محتاجين وقت اطول. يعني انت شايف النادي الاهلي دعمك بالقدر الكافي يعني. طيب طيب يعني حته برضو انت قلت لي ان حته الكورونا موقفه التدريبات، طب ده مش مأثر على انك يعني كن، انا عارفه ان الواحد لما بيقعد يتدرب ويقف ده ممكن يبقى يعني نتيجة عكسية؟ لا اتجاه سلبي او ممكن يأثر بالسلب على الواحد. طب ازاي احنا بنستمر في الموضوع ده بحيث ان احنا ما نتأثرش؟ لا انا كانت فترة الكورونا دي كانت طبعا فترة صعبة علينا، على بس انا يعني نزلتش، اشتغلت في البيت تمارين لغاية لما الفترة دي عدت الحمد لله، ونزلت التمرين، فكنت شغال رياضة طول الفترة دي في البيت. عبد الرحمن برضو الرياضة هيبقى في البيت برضو؟ انا كنت شغال في الرياضة في البيت في رمضان. دخلت مسابقات في رمضان في البيت. في البيت؟ وانا بعمل وانا قاعد في البيت بعمل رياضة في البيت. ودخلت مسابقات. وبتبقى فكرة الناس برضو عشان نوضح الناس، ازاي الرياضة اونلاين؟ يعني ازاي بتعمل رياضاتك اونلاين؟ بس بعمل فيديوهات وابعتها اللي انا اعمل معاه المسابقه. هو بقى بياخد الفيديو وبينزله عنده. يعني هو من خلال اللي هو بالفيديوهات اللي انت بترسلها له بيوظفها وبينزلها لك على اساس اكنك يعني في مسابقه. تمام. يعني هي الاسئله ما بتخلصش.
ووقتنا للأسف ضيق، فأنا بس احنا هنضطر نطلع فاصل ونرجع تاني. والوالد والدتهم يعني بجد انا كنت فخوره النهارده اني اقدم الحلقه دي، ويعني سعيده جدا اني كنت معاكم، وان شاء الله يعني نشوفكم الحلقه الجايه مع استاذ ياسر ونس. اشوفكم في امان الله، الى اللقاء.